تحرك نيابي عراقي لتعديل أو إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن بجنبيها السياسي والأمني. تحرك يأتي وسط انقسام داخل صفوف تلك القوى بين مؤيد ومعارض، فبعض المواقف ترجح صعوبة إلغائها بسبب عدم وجود قرار سياسي موحد. إذا أردنا أن نعدل من اتفاقية الإطار الاستراتيجي علينا أن نراعي مصلحة العراق أولا، علينا أن نعدل بعض الفقرات التي في غير صالح العراق لكنها لا نلغيها تماما. ثمت من يذهب إلى أن المعسكر السياسي القريب من طهران يريد فرض معادلته على الحكومة العراقية بتشريع قرار برلماني يهدف إلى إلغاء هذه الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع واشنطن، فضلا عن التوجه نحو إيران وروسيا لعقد اتفاقات جديدة. حسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي وقعت مع الجانب الأمريكي، بند من بنودها يحتم على الجانب الأمريكي حماية أرض وسماء وبحر العراق، بما أنه هي اتفاقية لم ترقى إلى مستوى معاهدة وأن تثبت في الأمم المتحدة، فعليه يجب إما الضغط على الجانب الأمريكي بتفعيل هذه النقاط أو الالتجاء إلى باتجاه الشرق كان تكون إيران أو روسيا. وتشير مسودة مشروع القرار التي سربت بعض موادها إلى تعديل الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن بإخراج القوات الأجنبية ومنها الأمريكية من البلاد نهاية العام 2019 بمهلة غير قابلة للتمديد. من العاصمة العراقية بغداد، منتظر السعيدي، قناة اليوم.